تربويا الآن، تناضل نقابات التربية الوطنية في هذه الأثناء بشدة بغية الحفاظ على مكتسباتها التي باتت مهددة بالاندثار بسبب بعض المواد التي حملها مشروع قانون العمل الجديد، خاصة مسألة تمديد وقت الإضراب، تقول نسيم الوفي. تحارب مختلف نقابات التربية الوطنية اليوم بكل قوتها في صف واحد مشروع قانون العمل المرفوع للنقاش على طاولة الحكومة للدفاع عن حقوقهم النقابية التي اكتسبوها حسبهم بعد سنوات طويلة من النضال، خاصة فيما يتعلق بقضية تمديد وقت الإضراب. تمديد وقت الاضراب من 8 ايام الى مده 60 يوم، فتره 60 يوم احنا نعتبروها ان السلطه تريد تحطيم اي حركه احتجاجيه مستقبليه، وفي قضيه الغاء بعض المصطلحات احنا نحافظ على بعض المصطلحات الموجوده في قانون العمل الحالي، وبالخصوص تحول من الحوار الى التشاور. تمسك الحكومة بتطبيق المواد التي حملتها مسودة مشروع قانون العمل لن يزيد حسب الشركاء الاجتماعيين سوى من تأزم وتعفين الوضع أثناء الدخول الاجتماعي القادم. أي قضية لم تخضع إلى نقاش ولم تخضع إلى استشارة ولم تخضع إلى تطابق مع الواقع الحال، نحن نراها بأنها تدخل في سياسة تعفين الوضع وخلق تجاذبات وصراعات لا تخدم المدرسة الجزائرية. حكومة تتجاهل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، والنقابات تتوعد بدخول اجتماعي على وقع قرع طبول الاحتجاجات، فأي ورقة رابحة ستلعبها الحكومة لمنع النقابات من تنفيذ تهديداتها.